بسم الله كده كوباية نسكافيه في السنتريك، حاجة عالية جدا، فيها بالظبط كده 60 كالوري وخمسة جرام بروتين وثلاثة جرام دهون واربعة جرام كارب بس. على فكرة عشان المقاطعة ده نسكافيه من ابو عوف. خلي بالك من جمال الفوم. اول حاجة هنعملها كده نفضي كيسين النسكافيه في الكبة بتاعتنا ونفضي عليها شوية مية كده سقعانة، هنضربها ضربا مبرحا في قلب الكبة كده بالشكل ده لغاية اما تطلع معانا الفوم يبيض كده ويبقى بالشكل اللي قدامك ده. بس صغيره بلاش تلج في الكبه عشان امك ما تشعلكش. بعد كده بقى نجيب المج الرايق بتاعنا وننزل بقى بالفوم فيه بالشكل ده. على فكره الفوم ده بشويه ميه بس صغيرين زي ما انت شفت كده في اول الفيديو وكيسين النسكافيه من ضعوف بس كده. انا عايز اقول لك ان هم مالوا معايا اصلا 3 ارباع المج اللي قدامك اللي انت شايفه ده. المج ده على فكره ممكن ياخد معاك اكتر من نص كيلو لبن كمان. بس كده هو وصلنا اهو لغايه اخر الفوم، بقى ننزل بقى باللبن الحليب عليه كده. حطيتش كتير كده، هو يا دوبك بس 100 مللي كده، عشان كده هتلاقي سعراته قليله قوي وكل كيس نسكافيه كان 2 كالوري بس. بص اتفرج معايا كده واستمتع بالمنظر اللي قدامك ده، حاجه روعه بجد والله العظيم. ما تبخلش بقى فيا اللايك والشير كده والكومنت الجميل منك عشان بيفرق معايا كتير قوي، واستناني بقى في باقي الوجبات.